يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا أعيش في بلاد يكثر فيها الصوفية، ويتحدثون عن الوهابيين، ويسبون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويخافون ويخوفون من قراءة كتبه. سؤالي: ما هو السبيل لإقناعهم ودعوتهم لقراءة كتب هذا الشيخ وأخذ علمه؟ الحمد لله، أنت جئت إلى هذه البلاد وعرفت ما عليه الشيخ وعقيدته وما دعا إليه، عرفت هذا ما هو عن نقل وإنما عن رؤية، شفت أتباع الشيخ ورأيت كتبه والحمد لله ودرستها، فإذا ذهبت عرضها عليهم وقل لهم هذا مذهب الشيخ وهذه عقيدة الشيخ، فإن كان فيها خطأ بينه لي، وإن كان ما فيها خطأ فالواجب عليكم اتباع ما فيها من الحق، أنتم تطلبون الحق، فما كان من خطأ فبينوه لي، والإنسان ما هو معصوم قد يخطئ، أما إذا كان ما فيها خطأ وهي صواب على السنة فلا يسعكم مخالفتها والكلام على الشيخ وسب الشيخ، هذا ما يسعكم عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم.